مجددا نرحب بمشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر فيسبوك. بهذه الأثناء وصل مفتي البقاع علي الغزاوي إلى المصنع مجد العنجر لإقامة صلاة الآلاف دعما لقطاع غزة. حضرة المفتي أهلا وسهلا فيك عبر صوت بيروت انترناشونال. شو الرسالة اللي حبيتوا توجهوها من خلال هذه الصلاة التي يمكن أن توصف بالتاريخية؟ الرسالة هي أننا لسنا خارجين عن جسم هذه الأمة، وإن قلب هذه الأمة وإن هذا القلب النابض الذي هو قضية فلسطين نحن إلى جانبها، ونحن في هذا الموقف نرسل رسالة إلى عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي وإلى العالم كله أن هؤلاء الذين يطاردونهم من أرضهم ليسوا في أرض غريبة، وإنما الذي ينبغي أن يعود إلى أرضهم من جاء إليهم غريبا أن يعود إلى أرضه حيث جاء. ولذلك هذا الظلم العالمي الذي الآن يمارس على أهلنا في فلسطين وبخاصة على غزة، نحن جئنا نبرئ الذمة ونقول كلمتنا في بقاعنا العزيز، وهنا حيث هذا المكان الذي يصل بين الشقيق والشقيقة وبين دولة ودولة، هذا الموقف أردنا أن نبينه نحن، وخاصة ونحن على هذا المفترق الذي هذا الطريق يوصلنا إن شاء الله إلى بيت المقدس يوما ما. كيف لمست حجم التعاطف من الشارع البقاعي تجاه ما يحدث في قطاع غزة؟ نحن لم ندعو كل البقاع إلى هنا، قلنا كل بلدة لها حيثياتها، وممكن أن تكون هذه البلدة تعمل اعتصام في المكان الذي يناسب، ومن شاء أن يشاركنا في هذا الاعتصام يشاركنا. ستجد كل البقاع اليوم مثل هذا المنظر الذي رأيته في كل القرى وأمام كل المساجد. ما أهمية أو قيمة هذه الرسالة المعنوية تجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني من إبادة ممنهجة في قطاع غزة؟ لبنان ليس جديدا في مواقفه، لبنان إلى جانب هذه القضية دولة وشعبا ومؤسسات وأحزاب لم يتخلى لبنان عن دوره يوما ما، ولذلك نحن إلى جانب هذه القضية دولة وشعبا ومؤسسات. شكرا لك حضرة المفتي، ورح نتركك مع بقية الحضور. مشاهدينا عم نتابع نقل المشهد أمامكم من البقاع، تحديدا من المصنع مجد العنجر، وعم نشوف التحضيرات لإقامة أضخم وأكبر صلاة. إنه مشهد تاريخي بكل ما للكلمة من معنى. حناخذ كلمة من رئيس بلدية مجد العنجر كمان. حنحاول نشوف كيف التجهيزات أكثر. عم نشوف صار في أكثر من 1000 مصلي حتى اللحظة، ولا تزال الأعداد تتزايد بشكل مستمر. نحن بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، حيث يوجه أهالي البقاع اليوم رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني حول ما يحدث على أراضيه المحتلة من إبادة غير مسبوقة ومجازر يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. عم نشوف إذن هذا المشهد المباشر من مجد العنجر من ساحة المصنع. إذن نحن قريبون جدا من الحدود اللبنانية السورية، وستقام كمان تجمعات ولو صغيرة بالمناطق البقاعية البعيدة نوعا ما جغرافيا عن هذا الموقع الأساسي للتجمع البشري الكبير بمناسبة خطبة الجمعة. عم نتابع هيدا المشهد المباشر. رئيس كيفك يا ادمي؟ اهلا كيف الحال؟ يبدو انه
حشود كبيرة جدا بهيدا الأثناء. عم نتابع معكم هيدا اللقطات المباشرة لصالح صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر فيسبوك. كنا منذ قليل مع كلمة مفتي البقاع علي الغزاوي اللي أكد على دعم الشارع البقاعي لهذه القضية المركزية الأساسية هي القضية الفلسطينية. الله أكبر. بهيدا الأثناء ستنطلق صلاة الجمعة. الله أكبر. فلسطين ولقطاع غزة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إذن نكتفي بهذا المشهد ورح نتابع الصلاة طبعا ببث مباشر إضافي. كان معكم من ساحة المصنع مجد العنجر عبدالله بعلبكي مع زميلي محمد الشيخ.